إننا نطالب كحزب الهيئة العسكرية التي أكدت بقرارها هذا بتدخلها في الشأن السياسي الوطني أن تكتفي فقط بتأدية مهامها المتمثل في الذود عن سلامة الترابية للوطن والدفاع عن سلامة الجزائريات والجزائريين، كما ينبغي عليها من ناحية أخرى أن تكون حامية وضامنة للانتقال الديمقراطي دون التأثير على مرجعياته ونتائجه. يعتبر الأففاس بأن انتخاب المجلس التأسيسي سيد هي حتمية تاريخية من أجل تأسيس الجمهورية الثانية.